للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية. دكتور عبد المنعم، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. الكثير من الأرقام التي طرحت ربما أيضا، وهذا يعني لابد أيضا من قوله وإعلانه، أن الكثير من المواطنين يشعرون بتنفيذ هذه الأرقام على أرض الواقع، لكن كون أنها تطرح وأنها تكون مرصودة بهذا الشكل، أعتقد أن هذه أيضا من الأمور الهامة جدا. بالطبع ما تحدث عنه رئيس الوزراء اليوم هو كان بيان لإنجازات الحكومة خلال الفترة الماضية، وأيضا وجهة يعني الخطط المستقبلية للدولة المصرية خلال السنوات القادمة. يمكن من أبرز الأرقام التي تم التحدث عليها هو انخفاض معدل الفقر في مصر، وانخفض بالفعل ل 29% بدلا من 32%، ويمكن ده كان أقل نسبة منذ 20 عام. أيضا كان من الأرقام اللافتة للنظر المشروعات التي تم تنفيذها على أرض الواقع في محافظات الصعيد، والتي بلغت عددها اكثر من 2575 مشروع في محافظات قنا واسيوط وسوهاج وبن سويف ومعظم محافظات الصعيد، والتي وفرت يعني فرص عمل 206,000 فرصه عمل. هذه فرص العمل التي ساعدت على انخفاض معدل البطاله في مصر، ويمكن ده كان مؤشر موجود حتى في التحليلات الخاصه بالدولة المصرية وبصندوق النقد الدولي، أن معدل البطالة في مصر انخفض من 14.3% إلى أقل من 8.7%، يمكن انخفاض أكثر من النصف تقريبا. أيضا من الأرقام اللافتة للنظر تم التحدث عنها اللي هو مبادرة حياة كريمة اللي كانت مستهدفة في المرحلة الأولى الخاصة بها 14 قرية، ويمكن المرحلة الثانية هيكون هناك توسع، هيكون في 50 مركز، يعني بتتكلم في حوالي 1400 قرية، يمكن عدد كبير، وأيضا هتكون بتخدم أكثر من 18 مليون مواطن. ويمكن للذي لا يعلم، مبادرة حياة كريمة الهدف منها سد احتياجات الأسر يعني أشد احتياجا والأكثر فقرا في صعيد مصر وفي محافظات الدلتا، ويمكن التوسع فيها بيرفع من معدلات التشغيل لدى الدولة المصرية، وأيضا بيرفع أو بيقلل من معدلات الفقر داخل الدولة المصرية وبالذات في القرى الأكثر احتياجا. نعم، هذا بالنسبة لبعض النقاط التي ذكرها الدكتور مصطفى مدبولي، لكن مما لا شك فيه أنه لم يذكر فقط هذه النقاط، ذكر أيضا الجانب الصحي، بالإضافة للجانب الصحي ذكر الجانب المتعلق بالطرق، ذكر الجانب المتعلق بالكهرباء، ذكر الجانب المتعلق بالحياة الكريمة، ذكر كافة الجوانب خلال هذا البيان. أهمية أن تطرح مثل هذه البيانات على مجلس النواب، وأهمية أيضا أن يستمع إليها المواطن المصري حتى يشعر بما تم إنجازه حتى الآن. هو زي ما قلت في الاول، هو الحديث اليوم كان عباره عن ايضاح للانجازات التي تمت على ارض الواقع للدوله المصريه بكافه المناحي والقطاعات الموجوده، سواء كان قطاع الصحه، قطاع التعليم، القطاع التشييد او المقاولات، كل هذه القطاعات. الاساس او الهدف دايما من ابراز هذه الموضوعات هو تشكيل الوعي لدى المواطن ان هناك تحسن في الحياه. كل ده يعتبر امور واضحه بيانا امام الجميع ان هناك تحسن بشكل كبير في شبكه الطرق في مصر، والطريق في حد ذاته مش هدف، الطريق ده فرصه للاستثمار، بيزود لي معدل الاستثمار، بيزود لي معدلات التشغيل، بيقلل لي معدلات البطاله، ده بيبقى فرصه لايضاح هذه البيانات على لتشكيل الوعي لدى المواطن وايضا لدى نواب الشعب، ان انا بيتم عرض ما تم من انجازه، لانه لو لاي عضو من اعضاء مجلس النواب له اعتراض او له يعني مقوله او له راي في بعض ما تم طرحه، يتم طرحه على رئيس مجلس الوزراء لايضاحه او استبيان الموقف الخاص به من في هذا القطاع وما تم انجازه فيه. ويمكن كان قطاع الصحه برضه من القطاعات البارزه جدا، ويمكن لانه كان وايضا كان من ضمن النقاط الهامه ايضا التي اكد عليها الدكتور مصطفى مدبولي خلال هذا البيان، انه كان لابد من الاهتمام بالصحه، وخاصه خلال العام المنقضي، بانه كان لابد من الاهتمام بالصحه وايضا عدم توقف الاقتصاد، وان هذا هو سبب ان مصر اصبحت الدوله الثانيه على مستوى العالم التي تحقق نمو ايجابي في ظل هذه الجائحه. بالفعل التصدي لظاهره او ازمه فيروس كورونا من خلال وزارة الصحة، وكان لها دور كبير جدا في مستشفيات العزل، في طرح
وجود اكثر من العنايه الطبيه والمستشفيات وجيش الاطباء اللي كان متواجد في المستشفيات، ويمكن لم نشعر باي تقصير في هذا القطاع. ايضا المستلزمات الطبيه اللي كانت متوفره داخل الدوله المصريه بشكل كبير، وايضا كان الناتج او المردود من الناحيه الاخرى اللي هو توافر السلع بشكل كبير. يمكن شفنا في كثير من الدول هناك تكالب على محلات السوبر ماركت، محلات للحصول على المواد الغذائيه، يمكن لم تشعر الدوله المصريه لوجود وفره في السلع الغذائيه بنسبه تزيد عن 10 او بتغطيه تزيد عن 10 اشهر، ودي مش موجوده في معظم دول العالم. نعم، وربما هذه الارقام هي تخص الحكومه، لكن على ارض الواقع، وهذا أيضا كان من الأمور الهامة جدا، هي إن المواطن لم يشعر بأي شيء قد اختلف بالنسبة له في متطلباته. حتى وإن كانت بعض الإشاعات في مارس 2020 بنقص بعض السلع، ويمكن بدأت الناس تتزايد على طلب السلع، لم يكن هناك أي نقص في السلع الغذائية الأساسية على مستوى مصر كلها، ولم يتم رصد أي شكوى إن وجود هناك سلع أو مواد تموينية. ويمكن برضه النهارده كان هناك حديث عن الخدمات التموينية وتطويرها بشكل كبير، وأيضا الخبز لم يكن هناك أي مشكلة في الخبز أو في البنزين أو في انقطاع الكهرباء. فكل الخدمات، يمكن كان هناك شرح تفصيلي ليه، أن الخدمات التي يتم توفيرها للمواطن متوفرة بشكل كبير، وهناك تحسين لهذه الخدمات بصفة مستمرة، وده ما تحدث عنه أن هناك خطط لتطوير هذه الخدمات حتى في المستقبل. نعم، بما أننا بدأنا الحديث عن خفض معدلات الفقر في مصر، وهذا لأول مرة منذ 20 عام، بنتحدث أيضا عن نمو إيجابي في ظل جائحة كورونا، إذن لابد من التطرق إلى المشروعات التي ساعدت في تحقيق مثل هذه الأمور. نتحدث عن الكثير من المشروعات التي حدثت، سواء بالنسبة للمصانع أو حتى بالنسبة لتطوير القرى. هناك نقطة هامة أيضا أشار إليها الدكتور مصطفى مدبولي، هي أهمية الاهتمام بنوعيات الدراسة والمجالات التي ستدرس حتى تتوافق مع سوق العمل. كل هذه أمور يعني تساعد في تحقيق نمو أكبر في المرحلة القادمة. أولا خلينا ناخد الجزء الأول، معدلات النمو الاقتصادي. مصر كانت حققت في 2019 معدل نمو إيجابي 5.6%، وكان من المفترض في عام 2020 نوصل إلى 6% لولا أزمة فيروس كورونا. وكان متوقع بسبب حتى انخفاض مستوى أو معدل النمو الاقتصادي العالمي اللي كان مهيئ له أن يكون في حدود 3.2%، انخفض لنصف في المية، فكان من المتوقع أن يكون هناك معدل نمو سلبي، يعني لا يكون هناك معدل إيجابي في النمو الاقتصادي مثل يعني أغلب دول العالم. يعني أغلب دول العالم كان معدل النمو سلبي، ويمكن الدول العالم وعلى رأسها طبعا دول الاتحاد الأوروبي خفض معدلات. بالعكس، كان هناك نمو في السالب في معظم أو في كل الدول الاتحاد الأوروبي. لكن الحمد لله مصر حققت 3.6%، وده يعتبر زي ما حضرتك اتفضلت وقلتي، احنا ثاني دوله على مستوى العالم في تحقيق معدلات نمو ايجابيه، وايضا الاولى على مستوى شمال افريقيا ومنطقه الشرق الاوسط. نعم. طيب، معدل النمو الاقتصادي ده عندما تحقق او تحقق بسبب ايه؟ بسبب ان هناك اولا تنوع في مصادر الاقتصاد المصري. الاقتصاد المصري لا يعتمد فقط على مصدر وحيد مثل السياحه التي حصل فيها يعني نقول ضغوط جامد او انخفاض في معدلاتها بشكل كبير جدا، تاثرت من اكثر القطاعات تاثرا، لكن الاقتصاد المصري قائم على التنوع. فالتنوع الموجود لدينا هو ده اللي ساعد. يمكن كان ابرز القطاعات التي ساهمت في معدلات نمو كبيره قطاع التشييد والبناء، ايضا قطاع الاتصالات كان له دور كبير، ايضا قطاع البترول والتنقيب والبحث على البترول كان له برضه من جانب كبير في تحقيق معدل نمو ايجابي. وكل هذه القطاعات كان الهدف منها ما تقوم به الدوله حاليا من تحديد هذه القطاعات ومن خلق بنيه تحتيه جيده تساعد وتساهم في زياده معدلات التشغيل بشكل كبير، وتساهم في زياده النمو في هذه القطاعات اللي كانت بارزه جدا خلال عام 2020. نعم، ولهذا أيضا حتى بالنسبة للبيانات التي تجيء من الخارج، ففكرة التنمية الشاملة أيضا مصر تحقق فيها معدل هام جدا، والتنمية الشاملة بالتأكيد تشمل كافة المجالات. صحيح، مصر حصلت على 12 إشادة دولية من المؤسسات الدولية على رأسهم صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، مؤسسة بلومبيرج، مؤسسة ستاندرد. كل هذه المؤسسات وغيرها أشادت بالاقتصاد المصري وبالإصلاحات الاقتصادية التي لولا هذه الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت في 2020
و16 ولغايه حتى عام 2019 هي كانت حجر الاساس اللي استطاعت الدوله المصريه مواجهه ازمه فيروس كورونا خلال عام 2020 بهذه الاصلاحات وايضا بتنوع الاقتصادي الموجود في القطاعات المصريه. نعم، اعود مره اخرى لسؤالي يعني الذي كنت اذكره لحضرتك او اسال حضرتك عنه، اهميه ان يستمع المواطن المصري لمثل هذه البيانات، يعني ربما العالم كله يعاني من ازمات حتى نفسيه نتيجه لفيروس كورونا وجائحه كورونا، لكن كون ان يستمع المواطن لما تم انجازه من حكومته خلال الفتره الماضيه وايضا الخطه القادمه من تطوير، يعني من ضمن مثلا النقاط التي ذكرها الدكتور مصطفى مدبولي فكره الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والتي من المفترض ان تكون يعني هي حققت بالفعل اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي، وان مصر لن تستورد اي منتجات بتروليه مصنعه من الخارج بحلول 2030. اذا كل هذه من يعني كل هذه الامور تعتبر من الاشياء التي تدعو للتفاؤل وايضا يعني تشجع المواطن على المزيد من العمل حتى يتم الوصول لهذه الـ يعني الاهداف. الرساله الصادره اليوم اعتقد انها كانت واضحه للمواطن وايضا للمستثمر، يعني انا لو تكلمنا عن المواطن المستثمر اصحاب الشركات هذه رساله ايجابيه لهم بان هناك حركه نمو داخل الدوله، يمكن يكون هناك فرصه لمزيد من الاستثمارات وفتح افاق استثمار وشركات ومصانع جديده وطرح اراضي، يمكن كان هناك حديث عن المناطق الصناعيه التي تم طرحها خلال الفتره الماضيه والخطه المستقبليه لها، فده رسالة إيجابية اليوم لتشجيعهم على الاستثمار. المواطن العادي سواء كان بقى يعني نقول سيدة منزل، موظف، أيا كان، فرسالة إيجابية بما تحقق على أرض الواقع بالخطة المستقبلية حتى يرى ويتم تشكيل وعي، لأنه هناك حرب بالإشاعات بتواجه الدولة المصرية منذ 2013 حتى هذه اللحظة. واعتقد انه مثل هذه الاطروحات اللي بيتم طرحها من كبار المسؤولين داخل الدوله، من رئيس الجمهوريه، من رئيس الوزراء، من مجلس النواب، من الوزراء، بتكون رساله طمأنه للمواطنين، خاصه ان احنا لم يكن هناك حديث عن احلام او توقعات او ما سيحدث مستقبلا، لكن هو حديث بالفعل على مشروعات قائمه على ارض الواقع. احنا انتهينا من فكره ان احنا نضع حجر الاساس لمشروع ثم يتم اهماله، لا، نحن بنتحدث عن المشروع عندما يكون انتهى بالفعل على ارض الواقع. نعم، بما ان حضرتك ذكرت ايضا فكره الاستثمارات، هناك الكثير من العوامل ايضا والنقاط التي ذكرها الدكتور مصطفى مدبولي التي من المؤكد انه يتم الاهتمام بها من قبل الجانب الاستثماري. فكره الغاز الطبيعي والطاقه، فكره الكهرباء، فكره الطرق والمواصلات، هذه كلها امور يعني يهتم بها دائما المستثمر. صحيح. المستثمر بيحتاج عندما يقوم بالاستثمار داخل دوله يكون هناك محتاج بيئه تشريعيه او مناخ جاذب للاستثمار من خلال قوانين وتشريعات تتيح له حركه دخول وخروج الاموال، وده موجود بالفعل في قانون 72، قانون الاستثمار الجديد الذي تم وضعه في عام 2017، وايضا القوانين التي تم تعديلها في فترات سابقه هيئت المناخ لجذب الاستثمار، وبالفعل الاستثمار تم زيادته في مصر. احنا كنا بنتحدث عن استثمار في حدود 4 مليار دولار في عام 2014، النهارده تجاوزنا في 2019 اكثر من 9.5 مليار دولار، ده استثمار مباشر بالاضافه الى استثمارات غير مباشره في الاسهم والسندات او في البورصه المصريه من تعاملات الاجانب تجاوزت 26 مليار دولار. نعم. ايضا المستثمر بيهمه ايضا وجود بنيه تحتيه ويكون لديه سهوله في شراء او التعاقد على اراضي المصانع او اراضي الشركات، سهوله التراخيص، الحصول على يكون هناك شبكه طرق تخدم او يعني تخدم العاملين لديه وتخدم ايضا حركه نقل البضائع منه واليه بشكل كبير وبشكل يسير يعني، وكل ده تحقق في الدوله المصريه خلال الفتره الماضيه، ويمكن كان من احد عوامل الجذب للاستثمارات، ويمكن احنا امام تحدي كبير للاستثمارات في المستقبل، لانه حركه رؤوس الاموال بسبب ازمه فيروس كورونا انخفضت باكثر من 33% على مستوى العالم، فهناك تحدي ان اصبحت لدينا المفروض يكون لدينا فرص تسويقيه افضل، لدينا عوامل جذب اكثر لجذب كثير او عديد من الاستثمارات الاجنبيه اللي هتنعش الاقتصاد المصري واي اقتصاد، ويمكن ايضا هناك كان حديث عن
السيارات الكهربائية والتعاقد مع الشركات الصينية لصناعة سيارة كهربائية في مصر، وفتح آفاق يكون هناك تعاون ويكون بتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية في مصر بمكون محلي يتجاوز ال 45%، وده أعتقد بالنسبة للدولة المصرية إنجاز كبير، على أن يزيد هذا المكون بقى خلال الفترة القادمة لأكثر من 70%. نعم دكتور عبد المنعم، وربما يكون هذا هو الأمر الأخير يعني الذي أتحدث مع حضرتك عنه، هو أنه منذ سنوات وليست بعيدة كان دائما ما يتم الحديث عن أن المشكلة في الوزارات الموجودة في الحكومة المصرية، وهذا ليس يعني تاريخ قديم جدا، لكنه منذ سنوات كان يتم الحديث عن أن الوزارات الكل يعمل بشكل منفصل وكأننا في جزر منعزلة بالفعل. هذا البيان من أهم الأمور الموجودة فيه، وأريد أن أسمع تعليق حضرتك أنه يعني يتمتع بالترابط بين كافة المجالات وكافة الوزارات، وكأننا يعني نتحدث عن دائرة واحدة، وهذا بالفعل ما كان واضحا في البيان وأيضا ما هو ملموس على أرض الواقع. الجزر المنعزلة، مصر عانت كثيرا من وجود يعني انعزال ما بين الوزارات، خاصة في وزارات المجموعة الاقتصادية والمجموعة الخدمية. بالعكس كان اكثر من ذلك، كان عندما يعني يمشي وزير ياتي وزير اخر بهد الخطه الخاصه بهذه الوزاره وعمل خطه من جديده وفقا لرؤيته. لكن يمكن يعني الدوله ارتأت منذ عام 2015 ان يكون هناك رؤيه مستدامه لمصر 2030 يكون موجود فيها كافه القطاعات. تغير الاشخاص لا يعني شيئا، لكن هو هناك اهداف محدده لكل وزاره، هناك ترابط بين الوزارات بشكل كبير. بدا الموضوع في رؤيه مصر 2030 اللي تم وضعها في اواخر 2015، واعتقد النهارده بنحصد ثمارها في التجانس والترابط الموجود ما بين الوزارات، بل بالاكثر من ذلك هناك ترابط وتنسيق كبير جدا ما بين السياسات النقديه والسياسات الماليه، ما بين البنك المركزي وسياساته النقديه، وما بين السياسات الماليه بتصدرها الحكومه ووزاره الماليه. وهذا التنسيق ظهر في مبادرات البنك المركزي اللي كانت دفعه قويه جدا لقطاعات الصناعه وقطاع السياحه في مصر لعام 2020، فلم يكن التجانس فقط بين الوزارات في داخل الدوله المصريه، لكن ايضا كان مع البنك المركزي، يعني لم يغاوب وحيدا في السرب، بالعكس كان هناك التنسيق الكبير بينهم، وده اللي ادى ان احنا استطعنا الحمد لله بتحقيق يعني كثير من معدل نمو ايجابي، من تقليل عجز الموازنه اللي انخفض اقل من 7.2%، من زياده حجم الناتج القومي الاجمالي، من وجود وفرات داخل البنك المركزي اكثر من 4.3 تريليون جنيه كودائع، وده قوة الجهاز المصرفي في مصر. أعتقد هذا التنسيق نحن نجني ثماره الآن. نعم دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، جزيل الشكر لحضرتك.